وصلنا للتمثال يا معلم سنجاري. تمثال تمثال، هو انا مش فاكر اننا جايين عشان، بس انت شكلك مبسوط وانا مبسوط عشان انت مبسوط. مبروك مبروك مبروك. بص بقى معلم سنجاري، انت ربيتني وعملتني حرامي بما يرضي الله، وانت الاب الروحي بتاعي، واكراما لمقامك انا هبيع التمثال وهديك نصيب، بس وعهد الله دي اخر شغلانه بهن. ثواني بقى اكلم الراجل اللي هيشتري التمثال. الهاتف المطلوب مغلق او غير متاح. ايه تليفونه مقفول. طرف ايه؟ هات التمثال ده وتعالى وراي. انا حاضر حاضر. يا سناء علي، لازم نبلغ الشرطه ونرجع التمثال عشان سيلفستر يسيبك في حالك ونعرف نطلعك من كل الحوارات اللي دخلت فيها. بقول لك ايه، ما تعصبنيش، انا في مغامرات كتير قوي ناوي اعملها. ايوه خش شمال، هو الشارع اللي جاي ده. ايه المنطقه المهجوره دي؟ عرفتيها منين دي؟ بس اقف هنا، هو انا مخبيها في العماره اللي هناك. سناء انا قلبي مش مطمن والله. يا عم ما تخافش، ده مبنى مهجور مفيش مخلوق جوه، ما تقلقش انزل. سناء انت وعدتيني هنرجع التمثال صح؟ لا هنبيعه وهنشتري بفلوسه سلاح ونعمل مغامرات ونخرب الدنيا. بقولك يا سناء، ما تيجي نسيب بعض، ووعدك والله هسيب لك البلد كلها. ما تقلقش، في مغامرات بكره هعملها، احتمال نتسجن فيها دوليا، ابقى سيب البلد براحتك، اهم حاجه دلوقتي عندي هي التمثال. بس عارفه احلى حاجه فيكي ان فعلا ما فيش هنا صريخ ابن يومين. العب بقى يا سنجاري، اخيرا بقى معانا التمثال. ما تحطش عينك في حاجه الا لما لازم تبوس. مين دول يا فوزي؟ انت بتساليني انا؟ مش انت اللي عماله تقولي لي انا مخبياه وما فيش صريخ ابن يومين؟ الله، انتوا مين؟ ولا اثبت يلا، سيب الشنطه اللي معاك دي عشان ما اعملش معاك الغلط. اسيب ايه يا عينيا؟ بقول لك ايه، انا مش هسيب الشنطه دي اللي على جثتي. الحق يا سنجاري. بصوا الصراحة أنا مش فاكر أي حاجة، مش فاكر أي حاجة خالص. ممكن تفهموني؟ هو التمثال معايا في الشنطة دي، بس أنا الحقيقة مش فاكر أي حد فيكم نهائي. ولا حركة، محدش يتحرك. اسمعني كويس يا أستاذ سنجاري، أنا سناء خطيبها، والتمثال ده كنت انت جايبهولي هدية. ايه ده يا سناء، انت بتخونيني؟ اسكت بدل ما اقسم بالله اضربك بالنار. ما تصدقهاش يا سنجاري، دي بتلعب عليك عشان تسرق التمثال مننا. انا كنت خطيبك بجد، انت حلوة ومزة قوي 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 قوي. يا ابني والله بتسوحك، انا صاحبك وبقولك الحقيقة. نو اسكت يا كذاب، انا ما صاحبش اشكالك يا جعر. فضالي يا حبيبة قلبي التمثال اهو وفوقيه بوسة. حبيبي يا سنجاري، مش عايزه بقى حد يتحرك من مكانه. حتى انا؟ لا انت مفيش منك خوف، تعال اقف جنبي هنا. فوزي خد السلاح، رفع الواد ده بيه. هاو، انت فاكره كده ان انت بتخلعي مني؟ الدنيا ضيقه وهجيبك يا سناء. لو راجل اعملها. يلا بينا يا فوزي ومحدش منكم يتحرك. انت هتعمليهم عليا يا بنت انت ولا ايه؟ رايحه فين؟ الله عليك يا عالمي، اخيرا شكله هيعملها ولا ايه؟ فاكره نفسك هتضحكي عليا يا ماما؟ ده انا سنجاري الماشيه. قال ماشيه ماشيه، قبل ما تقولي لي هنكتب الكتاب امتى يا نصحه؟ بكره الساعه 6. برضه مصممه تخوني؟ بقول لك يا سنجاري، اضرب الواد فوزي الغبي ده بالنار وربنا نكتب الكتاب دلوقتي. سنجاري بقول لك ايه، كفايه غباء بقى، اوعى تسيبهم يمشوا. مين اللي قال لك كده؟ انا هروح معاهم طبعا، وانت لو اتحركت هضربك بالنار. يا ابني انت متخلف، انا صاحبك يا سنجاري، احنا كنا لسه بنقسم فلوس التمثال. لا 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 مش فاكرك خالص. ايش 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 بقى، بدل ما اقتلك يلا بينا يا سنوقه. هيا بينا يا سنجاري. يا حبيبة قلبي يا سنوقة، هنقضي شهر العسل فين؟ أما نبيع التمثال بس الأول يا سنجاري يا حبيبي. سناء أنت وعدتيني هنرجع التمثال. سوق وأنت ساكت يلا، عشان مش طالباك نهائي. هاي يا سنجاري، تعرف حد يبيع له التمثال ده؟ ده مش فاكر صاحبه، هيفتكر حد يبيع له التمثال. أنت غبي؟ أنت بتفكره؟ ما تركزش معايا يا سنجاري، ركز معايا أنا. تعرف حد يبيع له التمثال ده؟ عمر النون. مين عمر النون ده، تاجر آثار؟ لا لا لا، ده واحد صاحبي بقالي كتير ما شفتوش، مش عارف ليه افتكرت اسمه مرة واحدة كده. لا حاول ما تفتكرش أي حاجة، عشان أنت لو ذاكرتك رجعت لك أنا وأنت مش هنبقى كويسين خالص. ليه كده؟ هو احنا كان في مشاكل بيننا في فترة الخطوبة ولا ايه؟ لا ما هو ما كانش في فترة خطوبة أصلا. اه أصل ده فوزي أنتيمي بيحب يهزر. أقسم بالله لو مسكتك يا فوزي لقتلك.
ايه ده؟ تليفون مين ده؟ انت لقيته فين؟ بالشنطة اللي فيها التمثال. يكونش تليفون الواد اللي كان معاه؟ اه ده موبايلي، وريني كده. تامر ابو عبد الله؟ مين تامر ابو عبد الله؟ ارد ولا مردش؟ مين تامر ابو عبد الله ده يا سناء؟ اسكت انت دلوقتي، احنا نكنسل كده ونجيب الواتساب اللي بينا. اول ما تجيب التمثال قابلني في ميدان التحرير، التمثال معايا وبكره عدي عليك 10 مليون زي ما اتفقنا. شكله ده الراجل اللي كان هيشتري التمثال. سناء انت اكيد مشبعيه صح؟ انا مش عايز اسمع منك ولا كلمه، اطلع على ميدان التحرير حالا عشان في مغامره هتبدا حالا. مش معنى ان التمثال ب10 مليون انك تبيعيه على فكره. مين قالك اني هبيعه؟ انا هسرقه. اطلع قدامي يلا. انا بحبك قوي يا سناء، صح النهارده من النوم كان مفيش حاجه في حياتي الا انت. بقولك ايه يا فوزي، الله يبارك لك، مش طالباك، انا عندي خطه بنفذها فمش طالبه هريك خالص. هري ايه يا سناء؟ هو انت ليه مش رومانسيه؟ بقولك بحبك، بعشقك، وانا احتمال افكس لك اصلا واتجوز السنجاري. على الاقل هنعمل مغامرات سوا. سناء مهما تعملي فيا انا بحبك وبموت فيك. هاي عليكم احبائي، يومكم زي الزفت باذن الله. ايه اللي جابك يا بوما؟ كده عشان اشوف فوزي حياتي وهو بيكرهك وبيحبني. انا امينه، اصل انا بنت خالته في الاخر من لحم ودمه. ها انا احبك انت؟ انا محبش الا سنسن، سنوقه حياتي. انا بعشقك يا سناء والله. ايه ده، هو العمل بايظ ولا ايه؟ بقول لكم ايه، انا مش فاضيه، ولا انا ولا نجوم هواك اللي شغاله دي. خلاص يا روحي، شوفي انت اللي وراكي على ما انا طرقها. اتفقنا. منك لله يا دجال البار. ده انا اخرب بيتك. لا انا لا يمكن اسكت نهائي على المهزله اللي بتحصل دي. ايه ده، البنت سناء قالت لي ساعتين زمن وجايه، كل شويه تتاخر وتضحك عليا. والله يا سناء لوريك. الو، ايه يا بابا؟ وانت خليتي فيها بابا كل ده بره البيت؟ بتعملي ايه؟ ارجعي يا بنت بدل ما اجي اجيبك من شعرك. بابا بقول لك ايه، انا بخلص صفقه تمثال ب 10 مليون جنيه، مش فاضيالك نهائي. يا حبيبه بابا، يا نور عين بابا، ده انا واثق فيك يا بت، اتاخري براحتك، انا بس قلت الدنيا نهار وخفت تعملي مشاكل. المهم اسمعني كويس يا بابا، انا احتمال احتاجك في حاجه كده. هاخد 200 الف كعربون، غير كده هبلغ عنك. اي ام سوري. حاضر، المهم بس هبعت لك صوره واحد اسمه سنجاري، لو جيت لي قدام منه تعامل معاه على انه خطيبي. فاهم يا بابا؟ الا فاهم. هاخد كمان 30، والا هقول الحقيقه واديكي في داهيه. ماشي يلا باي، اجهز انت بس، واهم حاجه محدش يسمع اي خبر عن حوار التمثال ده، واتكلم سيلفستر تخليه يجيلك دلوقتي، وانا شويه هقول لك تعمل ايه. ما تقلقيش يا حبيبتي، سرك في بير، وبير غويط قوي كمان. يا جماعه اسمعوني كلكم، سناء بنتي هديت تمثال ب 10 مليون جنيه، كل واحد له عندي مليم احمر هياخده، مش عايز حد يتكسف يطالبني مليون. كويس انك جيت يا سيلفستر. ولا كويس ولا زفت، سناء بنت سرقتني. سرقتني يا جدعان، انا عايز تمثالي. اخد مليون جنيه وانا اخدر لك بيها. بقول لك ايه يا جدع، انت قالتكم المفككه دي تروح تحل مشاكلها بعيد عني، انا عايز تمثالي وماليش فيه. يا عم هي كلمتني وزمانها دلوقتي بتبيع التمثال. اسمع، هغير هدومي واجي معاك عشان تاخد نصيبك. بجد والنبي، الحلاوه دي انا مش مصدق نفسي يا جدعان، انا كنت عارف اني مش هاجون على سناء دي ابدا. اختي يا اخوانا، دي اختي، انا اول ما اخد فلوسي هديها الفيديوهات على طول. يبقى اتفقنا، هروح اجهز انا بقى. المهم بقول لك ايه، انا هاخد من نصيبك مليون جنيه كده، ولا اروح ابلغ عنك؟ يا عم هدفع هدفع، خلصتي بقى، خلصني والنبي قبل ما سناء ترجع في كلامها. سنجاري انت قاعد تلعب طاولة وسايبني مع كوكا لوحدي؟ بقول لك ايه يا سناء، سيبيني في حالي والنبي، انا في رقم اسمه تامر عبد الله عمال يتصل بيا، وكل شويه زن زن زن، ما قرفني. يخرب بيتك، ده اللي هنبيع له التمثال، رد عليه يا غبي. يوه نسيت نسيت يا ستي نسيت. يا اخي حرام عليك. لا والله خلاص 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 خلاص، مش هعمل كده تاني، مش هعمل كده تاني. اهو 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 بيتصل اهو، ردي 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 ردي. ايوه، مين معايا؟ التنين ولا سنجاري ولا مين؟ معاك سناء الغمراوي، التمثال معايا. انا ما يخصنيش مين حصل له ايه، انا كل اللي يهمني التمثال. اقابلك فين
وازاي؟ حدد المكان والزمان وهوصل لك بالتمثال. الو؟ ايوه يا سناء يا حبيبتي، سيلفستر معايا اهو، هو انت فين؟ هبعت لك لوكيشن اهو، تخلي سيلفستر يروح عليه. خلاص خلاص انا هقول له. تمام يا ستي تمام. استني استني، ده عايز يكلمك. لا انا مش فاضيه، انا في طريق البيع التمثال، خليه بس هو ما يتحركش. ماشي ماشي يا حبيبتي، مع السلامه مع السلامه. فوزي انت مش حاسس انك بتكره سناء باي شكل من الاشكال؟ لا انا حاسس اني بحبها جدا. انا اكره سناء؟ مستحيل مستحيل اكره سناء طول ما انا عايش على وش الارض. تاني مره الدجال ده ينصب عليا؟ لا تاني مره ايه، ده نصب عليا للمره المليون. انت لسه هنا يا بوبا؟ انت فوزي اجهز عشان عندنا طلعه. تمام يا عيوني، مش هنتجوز بقى. فوزي ممكن طول ما انا عصبيه وبلطجيه ما تجيبليش سيره الحب عشان جسمي بيقشعر. سناء انا عايزه اجي معاكم. لا 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 انت بالذات لا، مهما حصل لا يا امينه. بصي روحي العنوان ده لسيلفستر واحنا هنجيلكم. اوعي تكوني بتسوحيني يا سناء. عيب، ده انت الحب كله.